حد مصدق ان التسبيح هيكون لغتنا الايام اللي جاية؟ بصوا يا جماعة، انا عندي يقين في قلبي ان الرب حفره في تاريخنا وتاريخ الكنيسة الايام دي لن يمحى في اسم الرب يسوع. عشان كده عندنا يقين ان اللي جاي هيكون مبهر. الرب قال لي يسوع زمان في سفر يسوع صح واحد، قال له موسى عبدي قد مات بقى في حياتكم والعمر الطويل ليكم. قولوا امين. برضو يعني تحبوا موسى يموت وانتوا تحيا. فقال له طب اعمل يا رب؟ قال له فالان قم اعبر هذا الاردن. فيشوع قال له يا رب ما انت لسه حضرتك جايلها، اسف معذره عفوا في التعبير، بعظمه لسانك يعني ان موسى مات. انا مش موسى يا رب. العتب على النظر. ليه؟ موسى بتاع العصايا السحرية مات. موسى اللي يضرب البحر يتشق، يضرب الصخرة تطلع ماء، ده موسى يا رب. مرة غاب 40 يوم، الشعب سابك وعمل عجل وعبده. موسى لما كان على رأس التل يرفع ايده انا انتصر على عماليك، اول ما يتعب ويرخي ايديه عماليك يعمل ايه؟ ينتصر على يشوع. فيشوع كان عنده ارتباط رهيب بموسى. اتخيل قال له بص يا رب كفاية علينا اللي انت عملته، واسمع التعبير، خلينا نعيش على ذكريات زمان، زمان موسى واللي فات. وعلى فكرة اللي عملوا معاهم الرب زمان كان رهيب ولا مش رهيب؟ مرعب. كانت تذوب قلوب الملوك من حولهم لما يسمعوا عن الرب بيعمل في وسط الشعب. كأن يسوع عايز يقول له خلينا يا رب ليه نعدي الأردن، ما نعيش زود ذكريات حلوين. الشباب طلعوا كانوا اولاد صغيرين، قديلهم 40 سنة في البرية تايهين، لا شافوا مصيف لا راحوا شرم ولا راحوا اي حاجة، ويعني الدنيا ناشفة قوي. ما تخلينا هنا. اسمع، رب قال له يشوع بيقول له معناه يعني لازم تعبر، لان اللي هعمله معاك بعد العبور اروع مليون مرة من كل اللي شفته في تاريخ حياتك يا يشوع. فاللي الرب هيعمله في الزمن اللي جاي على الكنيسة اروع من كل اللي فات. ستأتي اوقات وازمنة بالبركة وبالمجد من عند الرب، هيفتح قوى السماوات ويزيد علينا بركة. عشان كده اللي فات حلو بس اللي جاي، الواقع بيقول مفيش امل بس الكنيسة بتقوله احنا مصدقين اللي بتشوفه عنينا مش كل الحقيقة. في عالم روحي في السماء وفي لله. عارفين مفتاح فتح السماوات ايه؟ ان الكنيسة تصرخ وتقوله شق السماء. كم واحد نفسه رب ينزل؟ على فكرة لو قلت ما تتخبش اول ما ينزل لانه ينزل بجد، بتقولش ايه يا رب والموضوع ايوه بجد، هيشق السماء وينزل على بيتك وارضك وبلدك، هيشق السماء وينزل باوقات واسمنة مختلفة. بس نفس الكنيسة تصرخ وتقول له اعملها معانا اليومين دول، قول كلمتك شعبنا يعرفك وبقوتك بقوتك. الواقع صعب ولا مش صعب يا جماعة؟ صعب بصراحة، صعب. اضحك عليكم لو قلت لكم مش صعب، احنا عايشين في واقع. بس اسمع، واحد قال تعبير اخترق قلبي، قال احنا بندوس الواقع برجلينا بنتحرك عايشين فيه، بس بعنينا بنشوف اللي الناس مش قادرة تشوفه. عنينا شايفة اللي فوق اللي في السماء. الواقع مؤلم اه، بس اللي بتشوفه عنينا مش كل الحقيقة. في عالم روحي فين؟ وغصب عن عين الشيطان. You understand the meaning غصب عن عين الشيطان؟ عارفين يعني ايه غصب عن؟ يعني غصب عن عين الشيطان. اللي بنشوفه عنينا وهيحصل في السماء، ده اللي احنا شايفينه في السماء هيتم على الارض الايام اللي جاية. امين. هنصلي عشانك كنيسة، وهنصلي تاني عشان البلد الغالي على قلب المسيح، وهنقول له شق السماء وانزل للعراق الايام دي يا رب. شق السماء وزور البلد، ارجع تاني المسها وافتقدها وحيها، ارجع تاني باوقات وازمنة مختلفة على البلد، وخلي الايام اللي جاية البلد. لسه النهاردة كنا عند اخوان الحبيب اوس في الظهر، استمتعنا بالمحبة حقيقي اللي في قلوبكم، شعب رائع رب يحفظكم، بتغمرونا بالحب. وكنا بنحكي على تاريخ البلد. البلد من زمان وهي فكر الرب، وبيني بينكم من زمان وهي فكر الشيطان. تحدي تحدي، رب عايز يبارك البلد وبالفعل بيباركها، وابليس الشرير عايز مش هقول يعني عايز يلتهمها عايز يموتها، بس في اسم يسوع رب كل سهام شيطانيه بتتصوب على البلد الان دي تنكسر في اسم يسوع. تقولوا امين. حد عارف ترنيمه شق السماء؟ اللي عارفها يرفع ايده. طيب خليها مرفوعه الايد
وهي مفتوحة كده. تعالوا نصرخ كلمات الترنيمة دي واحنا بنقول له شق السماء. اللي بتشوفه عنينا شايفين حرب، شايفين موت، شايفين دمار، بس اخواتي اوعوا تخافوا، مش هي كل الحقيقة. لسه في صورة مضيعة، لسه في امور عظيمة، لسه في حاجات حلوة هيعملها الرب. تصدق؟ امين. لو صدقت هتشوف، لو ما صدقتش ولا تحلم بيه. يلا تعالوا نرنمها ونهتفها ونصرخها واحنا بنقول له شق السماء وانزل الينا. هللويا. يلا قولوا معانا اللي بتشوفه عنينا مش كل الحقيقة. في لله ايه؟ في لله وهتحصل صدقوني. مش كل الحقيقة يا عالم الوحيد السماء. والكنيسة هتصلي وهتصرخ وبالحيل هنصرخ. هتعمل ايه الصلاة؟ هتعمل ايه؟ كله تعالى، كله كله تعالى هتعمل يلا هنجيلي مع بعض. شوف السماء وانزل إلينا في أرضنا من حوالينا والكلمة شعبنا يعرفها وبقوتنا فيك وتشفينا. شوف السماء وانزل إلينا في قلبنا الحاضر من الجدار شعبنا يعرفك وبقوتك تيجي وتشفينا. تيجي وتشفينا. نطلب اللي في قلبك يا رب. اسم الرب يسوع يسكن في قلوبنا. ايه؟ قول يا اخواتي قول. من اللي بنت اسكن في قلوبنا حب وغفران يكون لينا. ارفع ايدك، ارفع ايدك. هيصنع ايه؟ هيصنع ايه؟ مسدد مسدد كله بعرف. اصرخ. شوف السماء وانزل الينا في ارضنا من حوالينا والكل داش شعبنا يعرفك شوف السماء وانزل إلينا في أرضنا من حوالينا شعبنا يعرفك قبل ما تقعد ونختم بالصرخة اللي بنصرخها كل يوم واحنا بنقول له مالك. برافو. يلا والله فين جبت ليه امبارح؟ ربنا يغيرك ابدا. قولي امين امين. بنعمة رب الليلة دي عندنا يقين ان طعم الفرحة اللي الرب هيسكبها مختلف. تقولوا امين. طعم الاستخدام والسرور اللي الرب هيسكب البهجة هتكون مختلفة. بس عايزك تفتكر مشهد. انا بشكركم انتوا واقفين الوقت كله، بس بيني وبينكم بعيد عن التسجيل مفروض ما اقولش انا بقف ثلاث ساعات كاملين الترنيم كله والوعظ كله والصلاة كله، فانتوا شاركونا نص الاستماع يعني. لا يعني مش بقول لكم عشان حاجة، بس يعني ما تتضايقوش لو وقفتكم تقول اخ بيوقفني. انا من ساعة ما جيت واقف فانا نحس ببعض شوية. الرب لما كان واقف قدام قبر العازر اول ما راح ومرسى ومريم قالوا له حته كلمه تحزن. قالوا له ايه؟ ترتاحوا دقيقه وتقفوا دقيقتين. ارتاحوا دقيقه. ارتاحوا. ما انت ظروفك كده لازم تعمل دايت، مش هينفع تكمل بالشكل. اتفضلوا ارتاحوا لحظات خليكم فريق التمرين. لا ما فيهاش راحه، انتوا بتتمنوا قوه بتاع التراب. فمرسى ومريم اول ما
الرب وصل عند اول بلد مرسى عرفت سابت الستات في البيت بيحسوا طلعوا تجري وراحت للرب جيت له حته كلمه بصراحة انا ولو من رب يا رب سامحني غلط مش هعمل كده دي مش روح مسيحية خالص بس كنت اديتها قلم على وشها ولا حاجة هتقول له ايه يا سيد لو كنت ها هنا لم يموت كأنها عايزة تحط جزء كبير من اللوم عليه تقول له انت السبب ان العازر مات لانك لو كنت جيت بدري ما كانش العازر مات تتأخرت انت كنت فين العازر مات فالرب يسوع بصلنا قال لها حبيبتي ما تخافيش اخوك هيجوم يا مرسى قلت له ايوه ما انا عارف انه هيجوم في قيامه الاموات في اليوم الاخير قال لي حبيبتي اموات ايه واحياء ايه اللي بتحكي يا مرسى انا هو يا مرسى القيامة والحياه من امن بي ولو مات بس هيحيا بيني وبينكم عارفين اللفظ بتاع امبارح ها مرسى ها اسبهلت دي علامه تعجب ما فهمتش حاجه وهو بيكلمها سبته طلعت تجري وهو بيكلمها راحت في وسط البيت مالت على مريم جيت لها مريم المعلم قد حضر وهو يدعوكي وهو لا دعاها ولا نداها بس عايزه توصل لاختها تقول لها بصراحه انا مش فاهمه عليه كويس انت كنت بتقعد كتير عند جديد. وغالبا انت بتفهمي كلامه تعالي يا اختي ترجمي فمريم رايحه التانية جت تكحلها بعد الشر ما يجيبش حمى يا رب ولا حاجه خربتها طلعت تجري قالت له يا رب لو كنت بدرت شويه ما كانش العازر لو كنت هنا ما كانش هيموت رب يسوع بص لهم وقال لهم انا ما قلتلكوش انا هو القيامه والحياه من امن بي ولو مات اول ما باكل رب يسوع يعني حنان قلبك يا رب ورقه مشاعرك لكل المجد بكى يسوع وبكى مش يعني اتحمج لا عيط وراح قال لهم كلمه غريبه اين وضعتموه انا اتخيل واحد من التلاميذ مال على الرب قال له اوعى تتهور لحد يتعور يعني ايه بلاش تنفعل ما دام اين وضعتموه بشكلك ناوي على نيه غريبه اوعى تروح تقول العزر جوم والعزر نام لان العزر دي له كام يوم في القبر 4 ايام قط انتن ده ما فيش منه امل يمكن واحد من التلاميذ قال له بص انت اخرك تجوم واحده ميته من نص ساعه زي ابنه يايروس ولو ربنا كرمك وشديت حيلك تجاوم واحد اديله نص يوم زي ابن ارملت لكن يا رب العازر اديله 4 ايام في القبر ارجوك ما تتهورش رب يسوع راح بص لهم كده وصل لكل المجد عند القبر وقال لهم كلمه احبط التلاميذ كلهم في حجر كبير فالرب قال لهم ايه ارفع الحجر فنفس التلميذ مال عليه قال له انت مش قادر من اولها لو انت هتعمل حاجه ما كنت تعملها بالمره حجر اللي نرفعه يعني الحجر هو المعطل وهتكون من الموت بعد ما انت يعني لو انت يعني قوي اعملها بالمره فايه قول الحجر هلم متدحرجا والعازر هلم خارجا والستات تزغرد بقى ويفرح ويهلل وتبقى فرحه بس انت من اولها باين عليك مش قادر كان الرب عايز يقول لهم كلمه رهيبه انا هخليكم تجيبوا اخركم وتعملوا كل اللي انتوا تقدروا عليه بس اللي انتوا ما تقدروش عليه ده بتاعي انا الله لا يلغي الامكانيات البشريه اطلاقا بل بالعكس بيأيدها ويدعمها بس هو عايز يقول لهم رفع الحجر ده اخركم وعلى فكره مش واحد 10 ولا خيل اوب ويحاولوا يحركوا الحجر اول ما حركوا الحجر صرخ ليه كل المجد بصوت عظيم ونادى عليه وقال له عازر هلما العزر جام وهو ملفوف شوفوا سلطان كلمة المسيح لكل المجد اقاموا من الموت وراح قال لهم حلوه وضعوه اذهب عارفين واحنا بنصرخ ايام النهضة دي الرب وراني مشهد كده في قلبي احنا بالظبط الايام دي بمثابة رفع الحجر عشان الرب بينادي على العازر في اسم الرب يسوع الايام دي الكنيسة بتحط كتافها وبنسيح الحجر عشان الحتة اللي جاية بتاعته هو هينادي على الارض دي بالبركة هينادي عليها بالاحياء هيرد الامل والرجاء من تاني عشان كده كل ما بنصرخ اكتر الحجر بيسرع في الحركة بيتزحزح اكتر فانت بتقول له اه انا مش عايز اشوف لك نبضات القلب يعني فتقول اه ولا عايز اشوف صوت ولا عايز انجع قلبك ولا صوتك بس صرخ القلب الكنيسة بتحرك السماء عارفين ليه بنصرخ سفر اشعياء يقول ايه رهيبة لتسميع صوتكم في العلاء في العلاء لما صرختي وصرختك تجتمع وتخترق السماء فتجيب المطر الذي له سنين اتأخر على ارضنا عشان كده للأسف الترنيمة دي ما ينفعش تترنم بالاتيكيت اللي احنا كعرب بنصطنعه يعني والرئة الزيادة عن اللزوم ده عايزة ناس قلبها موجوع البلد عايزة الرب يا جماعة
ده انتوا اللي عايزين ربنا احلى والله. ردوا علي، عايز اقوله اه ولا لا؟ عايز الرب ولا لا؟ عايز الرب. سوريا عايز الرب. مصر عايز الرب. عايز الرب. لبنان عايز الرب. عايز الرب. السعوديه عايز الرب. عايز الرب. ده عايزاه قوي، عايزاه على الاخر، عايزاه جدا. كل المنطق عايزين نقول ودي اصحاب مشتى. شعبك في العراق بيحبك وبيقول لك عايزينك، عايزينك اكتر من اي وقت عدى، عايزينك اكتر من اي زمن شفناك فيه، واحنا منتظرينك متوقعين قوي. عشان كده هنصرخ من قلبي محتاج، وعلى قد ما انت عايز هتطلع الصرخه من جوه وانت بتقول له اسم الرب يسوع المسيح. رب يباركك يا عزراء. هنصرخ صرخه بس اقوى من بتاعه عزراء بشويه، هي قالتها برضو باتيكيت عربي. احنا هنصرخ ونقول له عايزينك تيجي بلدنا، تيجي بيوتنا، تزور الموصل وتفتقدها، تعدي على كل شبر في العراق، تفرح كل قلب حزين، تزور للاسر والعوائل، وترد كل اللي اتسلى واتسلب. عشان كده تعالوا نوقف يا شعب الرب، واحنا بنصرخها ونرنمها ونسجفها، واحنا بنقول له اه 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 قولها قولها يا اخي، عشان خاطر ربنا صرخها بالسكه. وقول معانا في اقوى اه مع بعض، مع الموسيقى. شعب الرب الحي، برافو عليك، اصرخ. فكها يا عم، فكها ورنم، الله يخليك، فكها. قول الاول الجزء ده قول كمان مرة كمان مرة ناس تجي على اسمك وهم مشاهيلك، ناس اكتر من الاسم وبتعمل ايه وبتعمل غيرك. ناس تجي على اسمك وهم مشاهيلك، ناس اكتر من الاسم. شوف اللي جاية يا حبيبي على الحلاوة، تنين تشتاق لك من ترجيلك، تنين تشتاق لك. الناس هنا هنا، وناس هنا وعاشرين Oh, 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 oh,
يشهد شباب كل العدد يشهد هنا عن اسمك وانت شهد عنا يحمل الفرح لينا وانت اللي شيلنا يشهد هنا عن اسمك وانت شهد عنا يحمل الفرح لينا وانت مين عايز يخدم نشتم يا ولادك والشغل فينا نشتم يا ولادك يا حبيبان احنا جبال انجيل يلا مع بعض وعنايتك ورعايتك تحمي انا قصدي خجولها من كل قلبك كله اسم الرب يسوع مجدوه اديله كل المجد كله من حبك امين ربي يبارككم وشغلوا ارتاحوا